مشاهدينا الاعزاء نتابع ونشاهد المنافسات المستمره والانطلاقات الجميله شوط المنطلق والقادم، والزميل مسعود الحريري يتواصل بالتعليق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدين ومتابعين رياضة الهجنة العربية الأصيلة، ومن ميدان التحدي نتابع وإياكم هذه الأشواط وشوطنا 21، وجائزة هذا الشوط سيارة مقدمة للفائز بالمركز الأول، وهو أيضا تويوتا كروزر بيك أب للفائز بالمركز الأول. نتابع وإياكم هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع والمقدمة والمركز الأول 48. المركز الأول والمقدمة، نتابع اللي على الصدارة يا سلام مع نوايد لحمد بن صالح بن مانعة المري على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني والقدوم أيضا مع اللي على المركز الثاني اللي هي مزنة حمدان بن سيف بن محمد بن حمدان المنصوري مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث والقدوم مع ثالث المراكز اللي هي ايضا زاهية لمالكها علي بن عبد الله بن راشد بن قرح اللي على المركز الرابع ايضا وعلى المركز الثالث، المركز الرابع والقدوم، المركز الرابع من تصنى هناك اللي هي الريم لعبد العزيز بن حمد بن عتيق بن فاران المري على المركز الرابع، المركز الخامس نتابع شعار بن بتلة على المركز الخامس اللي على المركز الخامس والقدوم ايضا مع نشرة لجار الله بن فهيد الف هيدة المري البتلة اللي على المركز الخامس. نتابع هذه النتيجة للخمس المراكز الاولى المتقدمة، ونعود الى المقدمة، نعود الى الصدارة، نعود إلى اللي غيرت، نعود إلى مزنة هناك أو زاهية يا سلام يا زاهية، وشكلها جميل وداها أجمل، والسيارة بانتظارك يا مالك زاهية، ما شاء الله على هذا الأداء الجميل والمقدمة والصدارة في هذا الجو الجميل مع أيضا قطرات المطر في هذا اليوم، نتابع هذا الجو الجميل أيضا مع الناموس يا سلام، والمقدمة مع زاهية على المركز الأول لعلي بن عبد الله أيضا بن راشد بن قرح اللي على المركز الاول وعلى مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني وحقق ايضا سيارة هذا الشعار اللي بالمركز الاول، حقق نقطة في صباح هذا اليوم ايضا هنا، ويريد ان يحقق النقطة الثانية، بينما المركز الثاني والقدوم مع مزنة لحمدان بن سيف المنصوري على المركز الثاني، المركز الثالث والقدوم هناك مع سحابة سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي على المركز المركز الرابع ايضا والقدوم هناك اللي هي توزيع لمهير بن علي بن سعيد بن دري المنصوري على المركز الرابع، المركز الخامس هناك الريم لعبد العزيز بن حمد بن عتيق، يا سلام يا بن فران الله على هذا الانطلاق، انطلق وايضا اتجهت الى مقدمة هذا الشوط، المركز الخامس من تصنى هناك ايضا على المركز الخامس، ولكن نعود الى المقدمة، الله يا زاهية يا سلام، ولكن بن فران قادم، وايضا هنا قدوم ثاني ايضا مع ايضا المركز الثالث سحابة ايضا لسيف بن مبارك بن فاضل المزروعي، الله يا هذا الشوط، ولكن زاهية مع 700 متر الاخيرة، 700 متر على النهاية، وبن دري قادم الله، ولكن زاهية على المقدمة، زاهية يا سلام مع هذا الأداء الجميل، يا سلام يا زاهية، من اندفعت في هذا الشوط لعلي بن عبد الله بن راشد بن قرح المري، يا سلام ال 400 متر الأخيرة، بن دري على المركز الثاني هناك مع ثاني المراكز، توزيع مهير بن علي بن دري المنصوري، ولكن زاهية 300 متر
متر عن النهاية وزاهية على المقدمة، زاهية زاهية، سلام يا سلام على هذا الأداء الجميل والمقدمة والسيارة الثانية مع شعار الزعبي، يا سلام على هذا الأداء الجميل، سلام سلام على هذا الشكل الرائع وهذا الشكل الممتاز، سلام وتحية واحترام لمالك زاهية وزاهية زاهية مع السيارة أيضا والسيارة الثانية في رصيد هذا الشعار، وتستاهل الناموس على هذا الفوز، زاهية لعلي بن عبد الله بن راشد بن قرح المر المركز الثاني، توزيع لمهير بن علي بن دري المنصوري المركز الثالث، المركز الثالث أيضا من وسط العنود لسعود بن عبد الله بن سالم الجحافي، المركز الرابع الريم عبد العزيز بن حمد بن عتيق بن فاران المري، المركز الخامس والقدوم أيضا مع خامس المراكز اللي على المركز الخامس اللي هي مغادرة لبندر بن ظافر بن عبد الهادي الرشيد اليامي. هذه النتيجة للمراكز الخمس الأولى، أيضا نتابع وياكم هذه الإعادة وهذا أيضا توقيت زاهية لعلي بن عبد الله بن راشد القرح، قاطعة المسافة في 6 دقائق 18 ثانية 6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لبن قرح على فوزه بالسيارة. المركز الثاني توزيع لبن دري المنصوري، قاطعة المسافة في 6 دقائق 19 ثانية 5 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثالث من وصلتنا على ثالث المراكز، المركز الثالث اللي هي العنود لسعود بن عبد الله بن سالم الجحافي، 6 دقائق 22 ثانية وجزء 1 من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز وساعة الوصول أمام خط النهاية.